السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هنشوف مثال على موضوع الحساب بالتكلفة. أجي هنا في الاسكادول وأقول له نيو اسكادول، وخلينا مثلا نعمل مثال على الأعمدة الاستراكشر كولوم. أقول له أوكي، وبعد كده هبدأ أشوف مثلا الكاونت الكوست، ممكن مثلا الفاميلي أند تايب. طيب ممكن التكلفة دي تكون انت عايز تضربها في الطول، في الارتفاع، في نسبة معينة، في حاجة معينة. فمثلا خلينا نختار مثلا نشوف اي عنصر من العناصر الموجودة هنا. مثلا لو عايز تضرب في الفوليوم مثلا بقول نيو بارامتر، او اقول له اعمل لي الحساب الكالكوليشن. اقول له مثلا هنا ده هنسميه مثلا كوست 1، وبعد كده هقول له ده كومن، وده ممكن نقول له ده العملة، واقول له المعادلة هتبقى مثلا الكوست في الفوليوم على 0.1 مثلا. تمام، اقول له اوكي واقول له اوكي. ده لا لي فاضي خالص. ليه فاضي خالص؟ لان الكوست عندي فاضيه. اول ما تكتب حاجه في الكوست هو اوتوماتيك هيبدا يحسب لي ويعمل العمليه الحسابيه بتاعتي بحيث يطلع لي القيمه ديت. يعني مثلا ممكن تقول له ايه 22، هو اوتوماتيك هيبدا يحسب وهتلاقي الارقام كلها ظهرت هنا. طيب لو انا عايز اعرف المجموع بتاع الرقم دوت، اجي هنا في البروبرتيز واقول له انا عايز اشيل الاتمايز ديت، واقول له خليهم لي بي، ممكن تخليها مثلا بالفاميلي اند تايب، وتيجي هنا فورماتنج وتقول له الكوست دي انا عايز اشوف التوتال، وكذلك الكوست العادية هات لي التوتال. فيظهر عندي بالشكل دوت التكلفة بتاعت كل الأعمدة اللي موجودة في المشروع.